فإذا كان العبد في تمر وماء وشيء يسير من النعماء توعد بالسؤال عنه يوم القيامة، فكيف بحال الناس اليوم وهم يتلذذون بأنواع من المآكل والمشارب؟ وكيف حالهم وهم يتفاخرون بنقل صورها وذكر أسمائها وتعدادها في وسائل التواصل الحديثة، فينسون شكر الله وينسون حظ الفقراء؟ والعاقل إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة تمتع بها على طريق شرعي، ومن مآخذ الأحكام في الحلال والحرام الحذر من كسر قلوب الفقراء، وهذا أمر ضاع بأخره، ولا سيما في جناب النساء اللاتي صرنا يتفاخرن بأنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات وينشرنها في هذه الوسائل، وكذلك شاركهم كثير من الرجال.